الاكلات الحلوه هذه كاينه بوحدك، علاش هزيها بلا ما تشاوري معايا؟ ليكي ماما مشى اسكت كذابه. هاد الحلوه هذه كامله ما خفتيش تفرعي صحتك، ماشي انت وشكون تعنتي كدو نوضي تمشي للبيت وسدي على راسك كذابه. ما دوماتكش كتزدحي الباب واخا في ماك، يلا اختاري شي وحده اللي بغيتي. واجي عندي كليتها بوحديتها. ديالك ستوب ورا غادي نقولها لماما. مالي تسيقك؟ غادي تسيقني. باش يحشم عليك تقدري هاد الفعل وكتلصقهم في اختك الصغيرة عليك؟ ماشي انا، هي اللي غدير هادشي وغادي تعيط كدابه. دابا غادي تنوض غادي تجمعي هادشي كامل وغادي تجمعي البيت وتقدي وهي غادي تمشي تتفرج صافي. ولكن هي خاصها بغي حتى كلمه. يلا مشوا نجي لقلبي مجموع. كدير ليا بحال هكا؟ ماشي صوتك، ولكن انت دائما كديري هكا وماما كتعاقبني انا. ولكن ماما كتسيقني انا. ولكن حشومة عليك، انت يا اختي وكنبغيك. ماشي سوقي، دائما كتجبدي ليا الصداع مع ماما. خليني قبيله وحنايا كنتفرجوا في هذا، عافاك خليني نقلب غير هاد المره. لا دائما كنتفرجوا في شنو انت يا بغيتي وكنديروا شنو انت يا بغيتي، غير هاد المره عافاك. لا
مزيان تبارك الله عليك. هادو هما في عندك دوبي جلسي مزيان جلسي مزيان. هادو هما في عيلك. انا كنت غلطه في ضيا. ضيا دايما كانت كتعاقب في بلاصتك وكنت كنعايرها. دابا سمعت كلشي ها دوبي العفريت. هادو في عيلك. يلا هضري. علاش كتشري لها دائما الصداع وكتشري المشاكل؟ ما كتشربيش الحليب وكتقولي هي اللي ما شربتهوش. اذن هادشي وانتي اللي داك النهار وانتي البيت وانتي اللي طيحتي داك البنت. اذن هادشي كله نسقاه في ضيا. غادي ندير لك واحد الحل زوين واحد البلان انت غادي نديرو لك غادي تشوفي واش غادي يعجبك. عجبتي عندي انت غادي تشوفي شنو غادي ندير. هادشي اللي دائما كنت كنقول لك ولكن ما كنتيش كتيقين. دابا هي اللي غادي تشوف. غادي ندير لها واحد الحاجه زوينه بزاف بزاف واحد الكادو غادي يعجبها. بقاي معايا وانت غادي تشوف. واخا ودي سير بحالك. اجي سمحي لي. سمحي لي. هي داك النهار اللي كلات ديك الحلوه كامله. اه طب نعاودك. وهي اللي كانت كتضربني في المدرسه وما كديرش الواجبات ديالها. صافي بنتي الله يسامح. انا غادي نعلمها واحد الدرس مزيان. غادي نعلمها شنو هي اختها الكبيره. شكرا. يلا هاك تزيد تفرج. نينا شنو وين الله راك خلصيني كنعي. ماما ما بغيتش نمشي عند جدات. صافي كي جمعتو لك غادي تمشي تجلسي معاها باش تعاقبي على داكشي اللي درتي لضيا. انا عاودت ما كاينش ما نعاودش. داكشي اللي درتي راه غادي تعاقبي معاها عليها. تمشي تجلسي مع جداتك تما غادي نديك ساكك. دابا راه السبت والحد غادي نتبع لك غدا شنطتك وجلسي معاها. ما كاينش عافاكي باش تعلمي مره اخرى داكشي اللي شنو هي اختك الكبيره اختي كديري لها المشاكل وشنو هي كنتي كتكذبي على مامك. ما زيدي تمشي عافاكي. ما نعوضش. ما كاينش عافاكي. ما نعوضش. تمشي عندي من ديالها. ما تقدريش تجيبيها؟ غادي نجيبها وانا راني كنبغيها حتى انا راني توحشتها. ولكن خصنا واخا نكون كنبغي شي حد خصنا نكونو صارمين في شي امور فهمتي هكاك باش مرة اخرى ما تعاودش تكذب وما تعاودش دير هكاك. الا خليتها وما عاقبتهاش غادي تكبر في شي شكل فهمتي. غادي تكون التربيه ديالها غلطه. غادي نمشي نجيبها تكمل غير واحد اليومين ونمشي نجيبها صافي. اصلا انا كنهضر مع جداتك دائما وكنسول فيها وكتصيفط لي التصاور ديالها والفيديوهات صافي. يلا تفرج. ضياء شنو؟ شوفي شكون جا. شكون؟ نينا توحشتك. يلا هزت كاس. شوفي هذا اللي ماما شرات. شوفي في الاخر قبل من هذاك الفطار شنو خاصها تقول لك؟ ماشي مشكلة أنا مسامحة عليك. دابا عرفتي علاش درت لك هذا الشيء باش تعلمي درس ومرة واحدة أخرى ما تبقيش تعاودي الكذوب؟ لا أوهو الكذوب لا وتبقى تشري لها الصداع ديالها ولا لواحد آخر. هذا خاصك تعلميه درس صافي.
يلا بوسيا. شوفي في الاخر كاين هاد مزيونين. اه يلا هاجي هنايا هادشي اللي وقع دابا مبقاش يتعاود في مره. اه يلا